يا اهلا بيك. من اي وقت بيوصلك في الفيديو ده فانت جذبت الفيديو والرسالة دي علشانك. في الوقت الحالي انت زي خرجت من ازمة او من حالة فيها تحطم قلبك او تحطمت مشاعرك تماما، ولكن نتيجة لتحطم القلب او انكسار المشاعر ده ارتفعت عندك شوية طاقة الحدث والاهتمام او الطاقة الروحانية، فيمكن مريت بتجربة أليمة. التجربة دي كان إحساسك بيقولك على حاجات معينة وإنت ما كنتش مصدق الإحساس ده، ولكن لما الحاجات اللي إنت كنت بتنكرها أو رافض تستمع إليها حصلت بدأت تؤمن أكتر وتصدق أكتر بالحدث بتاعك أو بالنور اللي جواك. على الأكتر إنتوا هنا انجرحتوا بسبب علاقة عاطفية أو بسبب شخص كنتوا معاه يعني أو كنتوا بتحبوه، وقد يكون كان في طرف ثالث بينك وبين الشخص ده. أول علاقة دي كان دايما فيها حاجة بتقف في النص، إن لم يكن طرف يمكن يكون عائق. كل ما كنت بتحاول تطور من شكل العلاقة دي أو لما كان بيبقى فيه فرصة إن العلاقة بينكم تتطور كان بيبقى فيه مشكلة بتحصل أو فيه حاجز بيحصل. طيب إيه اللي أنت محتاج تعرفه دلوقتي؟ ابتسم شوية بقدر من الرحمة وبقدر من التعاطف، وكن بتتعامل مع الناس اللي حواليك بنوع من الرقة أو بنوع من الطيبة نوعا ما، وتأكد أن الطاقة اللي أنت بتحطها في مكان بترجع ليك من مكان تاني، أو الرحمة اللي أنت بتقدمها للناس هي بشكل أو بآخر هترجع ليك مرة أخرى. لكل فعل رد فعل، أنت أفعالك مع الناس هترجع ليك تاني، رحمتك مع الآخرين أو مع الشخص اللي ممكن يكون أذاك بقصد أو بدون قصد هترجع ليك مرة أخرى، أن أنت في موقف هتبقى محتاج الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى، وهتلاقي ان انت تم رحمتك او تم التعاطف معك. تحلى بالشجاعة في الوقت الحالي برضو ان انت تتجه اكتر للحاجات اللي انت حاسسها او للحاجات اللي انت عايزها او للطريق اللي انت حابب تمشي فيه. انتوا في حاجات متشجعين ليها داخليا، ولكن ممكن تكونوا ماديا خايفين تاخدوا خطوات حقيقية، ممكن قرار، ممكن بتكمل دراسة، جايز بتترك شخص، علاقة، بتسافر، في حاجة في بالك انت عايز تعملها ولكن ماديا ما بتاخدش خطوات تجاه الحاجات دي. فتحلى بالشجاعة ان انت تمشي في الطريق اللي انت عايز تمشي فيه حتى لو مش قادر تشوف او تعرف نهايته دلوقتي. بالنسبة لكم ده وقت برضو ان انتوا شوية تبعدوا عن الجزء العاطفي تحديدا، كنوع من ان انت تدخل في علاقة من اجل الالتزام. يعني انتوا دلوقتي محتاجين حالة من انك تكون مع نفسك، او تكون لو انت في علاقة يعني ما تاخدهاش بشكل جاد قوي، او ما تاخدش العلاقات الفترة دي بشكل جاد، ممكن بس ان انت بتنبسط او بتستمتع بيها او بتتسلى من الاخر. لكن انك تدخل في علاقة جادة في الوقت الحالي انت لسه مش جاهز، لانك لسه ما تعافتش من الكسر او من الوجع اللي موجود جواك. فالعلاقات اللي الفترة دي في حياتك تكون سطحية او عابرة، ولكن ما تكونش علاقة جادة. اوكي. كمان ده بالنسبة لك وقت انك تليت جو بصفة عامة يعني، او تترك الماضي في الماضي، تترك المشاعر او الذكريات او المواقف اللي حصلت امبارح. خلاص الامس انتهى، بكرة لسه مش عارفين هيحصل فيه ايه، فانت في النهاردة. فحاول تكون مركز الطاقة بتاعتك او الجهد بتاعك في دلوقتي وايه اللي انت ممكن تعمله دلوقتي. شكرا ليكم واشوفكم على خير في فيديوهات تانية. باي باي.